والله العظيم البنك نور. نورك يا سيدي. أنا فخور إني مخطوف من حضرتك. اقعد ساكت بقى عشان نشوف شغلنا. أنا عجبني الحوار ده. الموظف اللي نسي يبعت الورقة تجيبهولي هنا. لا لا عظيم. هاتله هنا. ممكن بلاش بقى المسميات يا حبيبي. وأقول لك خطوف. ممكن تسيبني أركز في الصوت شوية. بلاش هو اسم عليك إيه؟ اسم مصطفى يا سيدي. مصطفى خاطف بقى. قمر ده تهزر. بحبها قوي الاغنيه دي. ما تسكت شويه. والله العظيم انت منور البنك. كلكم منورين البنك. احسن خطف مسلح شفته في حياتي. أسكت. وانت اللي قاعد يضرب براس التيلر في الخزنه. اسكت شويه. ده منور. عايز ارد على التليفون. اسمعك بس تتكلم انت. بعتوا لي خيار. استنى متفاوض مع البوليس عشان اطلب فيك فدية. طب عايزك تكلمهم ليه وتطلب فدية ليه؟ ما احنا قاعدين اهو. ايوه معاك الخاطف. ما تشغلوني معاكوا اي حاجه قولنا. كنا عايزين نطلب فدية في هشام 40,000 جنيه. قليل قليل 40 قليل. عايزين 45,000 جنيه. انا معايا ام بي اي ما يغركش القميص اللي انا لابسه ده. انا كنت امبلوي اوف ذا مانس اوف ذا بانك. طب ثانية يا باشا ثانية. اخرس. اخرس مش عارف اكلم الراجل. احنا عايزين 60 يقدر يدفع. اوهوهو احنا عايزين 60. انا مش ماشي من هنا. انا مبسوط اني هنا ومبسوط اني معاك. ابوس ايدك ارحمني. لا 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 بقول لك ايه بقول لك. بص يا باشا بص انا هطلع اسلم نفسي. يلا يا جماعه اقفلوا السطوانه. اقفلوا السطوانه اسلم نفسي. استنى يا خاطف خليك مكانك ارجوك. ما تجيش معايا ارجوك. خلاص انا اسلم نفسي. سيبوني سيبوني اروح مع الخاطف بتاعي. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح في يوم 23 أغسطس 1973 وتحديدا في مدينة ستوكهولم في السويد. حصل سطو مسلح على واحد من أكبر البنوك هناك. حاول المجرم المدان جان إريك أولسون وقت فترة إطلاق سراحه المشروط إنه يسرق بنك. الله يا جدع طب ما تتعظ. لا أنا عايز أسرق بنك. بس طبعا أيها المشاهد الجميل شرطة السويد ما كانتش نايمة على ودانها وبدأت مناوشات من الطرفين. جان حس إن خلاص البوليس هيمسكه ويرجعه السجن تاني. قام واخد كل الناس الموجودين في البنك ساعتها كرهائن وهدد البوليس والله العظيم لو دخلتوا البنك عشان تعتقلوني هقتلهم. وبالفعل استمر وضع الرهائن ده لمدة 6 أيام. كانوا دايما في خطر ممكن يتقتلوا في أي لحظة في أسلحة ومربوطين بمتفجرات. المهم الحمد لله يوم 28 أغسطس البوليس قدر ينقذ الموقف. قبض على المجرم ورجعت كل الرهائن لبيوتها بسلام. طبعا أيها المشاهد انت تخيل خلاص الموضوع انتهى زي أي محاولة سطو فاشلة. وهو معلش يعني لو انتهى ببساطة كده أنا هحكيهولك ليه. الغريب أيها المشاهد الجميل إن بعد القبض على جان وأثناء محاكمته اسمع دي ولا واحد من الرهائن رضا يشهد ضده في المحكمة. قال لا الرهائن اللي كانوا محبوسين ومربوطين بمتفجرات مش راضين يشهدوا على هذا الرجل المجرم. مش بس كده أيها المشاهد الجميل دول عملوا حملات جمع تبرعات لجان عشان يجيب محامي ويقدر يدافع عن نفسه. لا 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 هي. الطبيب النفسي والباحث في علم الجريمة نيلس بيجيرو اللي استعانت بيه الشرطة عشان تفسر ايه اللي حصل ده سمى هذه الظاهرة العجيبة الغريبة بالستوكهولم سندروم او متلازمة ستوكهولم واللي اتعرفت بعد كده بالتروماتيك بوندينج او التيرور بوندينج الترابط المصاحب للصدمة والرعب. طبقا لهذا العالم متلازمة ستوكهولم هي حال نفسية بيكون فيها الضحايا مشاعر إيجابية تجاه المجرم أو الأبيوزر المعتدي. ودي مش حالة كده شاذة بنشوفها في حالات كتير. أحيانا بعد تعرض الضحايا للمستوى ده من الرعب والتهديد بيحصل لهم ما يصفه بعض العلماء بالإنفانتلايزيشن يعني الارتداد للطفولة. تقريبا بيرجعوا زي الأطفال تاني. رؤيتهم لهذا المجرم بيبقى إنه مصدر للخير والشر الثواب والعقاب. وده كان بيحسسهم بالرضوخ التام والأمان اللي بيحسوه الأطفال تجاه أهاليهم. كمان أفعال أدمية بسيطة زي إن المجرم يجيب للضحايا اكل او بس يسيبهم عايشين كانت بتخلي الضحايا يكونوا مشاعر امتنان غريبه تجاه المجرم. في واقعة ستوكهولم دي اليزابيث اولجرين الرهينه المصابه بالكلاستروفوبيا او الخوف من الاماكن الضيقه جان اثناء السطو كان بيسمح لها تخرج من القبض بشرط انها تكون مربوطه بحبل حوالين رقبتها. بعد انقاذ هذه السيده اليزابيث كانت بتقول ان جان ده كان طيب جدا ده كان بيسمح لي اخرج من القبض يا جماعه بغير وعي. لو جيت فكرت في الموضوع غريب فعلا. طب ما هو اللي حابسها في الاول. لو بصينا للامر من ناحية السيكولوجية هنلاقي ان السلوك ده مرتبط ارتباط مباشر بغريزة البقاء الغريزة الاساسية لجميع الكائنات الحية. لازم احنا كبشر نستمر على قيد الحياة ونحارب اي حاجة تهدد ده بدون وعي او تفكير منطقي. توماس ترانس متخصص التفاوض في حالات الرهائن كان بيقول ان حاجة الضحية انه يبقى على قيد الحياة يفضل عايش اكبر بكتير من انه يكره الشخص اللي بيأذيه. ده على حسب بعض التفسيرات بيخلي عقله يدخل في ديفنس ميكانيزم آلية دفاع استراتيجية عقلك اللاواعي بيحاول يعملها عشان يغير من حقيقة الواقع المؤلم يحمي
نفسه من الانكزايتي، توتر ناتج عن حاجة انت مش متقبلها. ده اللي بيخلي كتير من الضحايا لما يمروا بالنوع ده من الخوف والتهديد للنجاة بيبدأ هذا الشخص يتصرف بشكل مخالف للواقع، وبيحس بحاجات معاكسة للمنطق. عقلك أثناء آليات الدفاع دي بيقنعك ان احساسك دي طبيعية جدا، ويمكن دي تكون الطريقة الوحيدة اللي هتضمن بقائك على قيد الحياة. في كتاب The Ego and Mechanisms of Defense، الأنا وآليات الدفاع، اللي كتبته أنا فرويد بنت الحاج سيجموند فرويد سنة 1936، كان رؤيتها لآليات الدفاع، طبعا دي رؤية قديمة شوية ولكن بنحطها في الاعتبار أثناء شرح هذه الحالات الغريبة. المهم هي كانت شايفة إن هناك أنواع كتيرة جدا من آليات الدفاع اللي ممكن يستخدمها الإنسان. يعني مثلا آلية دفاعية زي الكب اللي هو قمع أفكارك ومشاعرك في العقل اللاواعي من غير ما أفكارك تحول لكلام أو تصرفات واعية، زي مثلا الطفل اللي بيتعرض لعنف أسري من صغره بيكبر عنده مشاكل في الثقة وبناء علاقات مع الناس، أو آلية دفاعية تانية زي displacement أو الإزاحة، إنك توجه غضبك من شخص لشخص تاني أو شيء تاني خالص، زي مثلا الشخص اللي بيكون غضبان من مديره في الشغل فيروح يطلع طاقة الغضب دي على أفراد عيلته أو حيوانه الأليف. آلية دفاعية تانية زي denial أو إنكار الواقع، إنك تسمع مثلا خبر وحش أو حادث حصل لك مش عارف تتعامل معاه فترفض الاعتراف بيه كشيء حصل فعلا، وأحيانا بيفضل عقلك مانع وصول الخبر ده من اللاوعي للوعي. ويمكن من أكثر الآليات الدفاعية المرتبطة بمتلازمة ستوكهولم هي الايدنتيفيكيشن وذ ذا اجريسر أو التماهي مع المعتدي، بمعنى إن الضحية مش بس بتكون مشاعر إيجابية تجاه اللي بيعتدي عليه، لا ده مع الوقت بيكتسب صفات المعتدي عليه وبيبقى شبهه. أشهر مثال على ده هي باتي هيرست حفيدة الناشر الكبير ويليام راندولف هيرست اللي اتخذ سنة 74 كرهينة لمنظمة إرهابية اسمها SLA، اتقبض عليها أثناء سرقة بنك مع هذه المنظمة الإرهابية. يعني هذه السيدة اللي تعرضت لهذا النوع من العنف من هؤلاء الأشخاص بقت خلاص معاهم دلوقتي وشغالة معاهم. بعض العلماء بيشرحوا إن غالبا الضحية بتحاول تفسر سبب الاعتداء عليها، ولكنها لما بتفشل إنها تلاقي سبب منطقي بتكتسب بلا وعي صفات المجرم اللي اعتدى عليها، لاعتقادها إنها لما يبقى فيها هذه الصفات صفات المجرم هتقدر تهرب من الاعتداء ده وما تتعرضلوش تاني. تفسير هذه الظاهرة ممكن أن يكون نفسي، وأيضا ممكن أن يكون فيسيولوجي. لوحظ ارتباطها بتغييرات فيسيولوجية في الجسم. التغييرات دي بتحصل في جزء في المخ بالتحديد اسمه الليمبيك سيستم أو الجهاز الحوفي. هذا السيستم أو النظام مسؤول عن معالجة المشاعر والذكريات، فاحتمال أن تحت الضغط الشديد وسبب آليات الدفاع اللي اتكلمنا عنها يتم تحفيز أجزاء معينة في هذا النظام بس بالشكل اللي مش طبيعي، فبالتالي التحفيز ده بيؤدي لرد فعل مش منطقي ويبقى عندك ضحية بتتحول لجاني. اجزاء زي الاميجدالا اللي هي اللوزه المركز المرتبط بالتعامل مع مشاعر زي الخوف، لما الحته دي بتتحفز او يحصل لها اثاره بتبدا تكون مشاعر ناحيه المجرم، مشاعر في بعض الاحيان بتكون ايجابيه فتلاحظ قد ايه هو شخص حنين. ممكن الضحيه تمر بما يسمى بالسايكوجينيك امنيجيا او خلل في الذكريات ممكن يوصل لفقدان الذاكره، وده ممكن يحصل عشان مشكله تانية في حته تانية في المخ اسمها الهيبوكامبس او الحصين، والحته دي مسؤوله عن تحويل ذكريات التجارب اللي مرينا بيها من قصيرة المدى لطويلة المدى. ففي هذه الحالة ممكن أن نتخيل أن المعاملة السيئة اللي هذا المجني عليه شافها ينساها نتيجة من السايكوجينيك أمنيجيا، هو ابتدى ينسى. هو الحقيقي أن تفسير ظاهرة زي ستوكهولم سندروم ملهاش تفسير علمي مؤكد، وأن هي ممكن تكون بتحصل بسبب حوادث إجرامية، ولكن ده مش السبب الوحيد. بالعكس أيها المشاهد أحب أقولك أن الموضوع مش بعيد عنك، لأنها منتشرة حوالينا وفي حياتنا اليومية. في العلاقات مثلا في عندك يسمى بالابيوسيف ريليشنشيبس، العلاقات اللي بتأذي اطرافها سواء بقى هذا الاذى كان لفظي او جسدي او حتى تلاعب بالمشاعر. الشخص الابيوزد او اللي بيتعرض للاذى دايما بيحس انه محتاج للمسيء اليه لاعتقاده انه ضعيف ومش هيقدر يواجه الحياه من غير الشخص اللي بيسبب له الاذى، لانه احيانا ممكن يفكر انه طالما بيقدر يؤذيني يبقى هو يقدر يحميني. الحاله دي معروفه بالباترد وومن سيندروم او متلازمه المراه المنتهكه، لانها غالبا بتلاحظ مع الستات اللي تعرضوا لعنف اسري ولكن انهم بيرفضوا يعترفوا بالضرر اللي وقع عليهم. لا ده ايه بيبرروه حقه يعمل كده لاعتقادهم الشبه تام انهم ما يقدروش يتخلصوا من هذا الاذى، وان هي دي الطريقه الوحيده للتعايش. ومش بس الستات، الاطفال اللي بيقع عليهم عنف اسري احيانا بينكروه تماما، حاله معروفه باسم الباترد تشايلد سيندروم، متلازمه الطفل المنتهك. الطفل هنا بيدافع عن الشخص اللي بيؤذيه من اي اتهامات، وده عشان احساسه الفطري ان الاذى ده بيكون في مصلحته. يمكن احتماليه وجودك كرهين في
سرقة أحد البنوك مش كبيرة قوي، ولكن الوقوع في فخ الابتزاز العاطفي والعلاقات المؤذية مفيش أسهل منه. فأرجوك أيها المشاهد ما تفتكرش إن تقبل أي أذى واقع عليك هو واقع لا مفر منه، أو إن الأذى ده دايما من مصلحتك. عزيزي المشاهد، أنا عارف إن أنا بنتهك دايما، استغل ان انت تشاهد الحلقه عشان اقول لك تشاهد الحلقات اللي فاتت وتشاهد الحلقات اللي في المستقبل وتنظر على المستقبل. وغير كده ننزل نشترك على اليوتيوب، ايه المشكله؟ من مصلحتك مش مصلحتك، وروح طلع لي بقى مصطلح في الطب النفسي وخليه بقى باترد فيور سيندروم. بس عرفتوا ليه مونيكا سموها ستوكهولم في لاكاسا دي بابيل؟ عايز احطه المصطلح ده بتاع باترد فيور سيندروم الدكتور احمد الغندور. We'll be right back.